اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم نزلنا للشارع وراح نسقسيو المواطنين الجزائريين حول تعيين مدرب صربي ميلوفان راجيفاتش على راس العارضه الفنيه للخضر. ما نطولش عليكم، تبعوا معنا. رايك في المدرب الصربي الجديد اللي جابوه على راس الخضر؟ والله هو كل غير معروف، ما نعرفوش حنا على كل حال، هو غير معروف على كل حال، من غير منتخب تاغانا اللي يحبوا هدايا، ومن جهه اخرى راهو ما عندوش حل وقت اخر، يعني المدربين يعني ناقصين الكبار يعني اللي لازم يحكم المنتخب تاعنا، وان شاء الله التوفيق ان شاء الله المنتخب تاعنا، وان شاء الله يديروا حاجه ان شاء الله. يا والله ما نعرفوا له هنا دوك اللي جابوه جديد، والله ما نعرفوا يا جامي ما سمعت به. المدرب في الحقيقه معروف على الساحه الدوليه، مدرب عنده حنكه، مدرب قديم، وكاليفا غانا راح بهم كوب دي موند حتى الكار دو فينال، تسمى عنده اكسبيريونس في لافريك، يعرف تسمى هذا هو المدرب اللي لقنا حنايا في المومون هذا. ما عندوش باجاج، شافوه انترينا لوغانا 2010، هذا ما كاين، واش عنده؟ ما عندوش. دومي فينال غانا انت تروح تونترينيهم تتعاود تجوزهم 2010 بليكيب هذيك اللي كاين اللي كانوا عندهم 2010، ما خلعهم. هذا واش عنده؟ والله ما عنده حاجه. مدرب عنده خبره في افريقيا، وكذا كان درب فريق الغيني 2010 واهل الى دور الربع النهائي على ما اظن الى في كاس العالم في جنوب افريقيا. نظن مدرب لاباس به، يقدر يعطي لو بليش للفريق الوطني الجزائري. انا هذا الانترينور والله ما نعرفه، عم يجيبوا لنا غير عباد ما نعرفوهمش يا اخي. كاين بزاف عندنا ولاد بلادنا، الله يبارك يا اخي. يا اخي هذا الانترينور ما عندي حتى معلومه عليه، عندنا معلومه عليه تاع كوب دي مون تاع 2010، فهمني. حاجه واحده اخرى والله ما نكذب على اخويا، تعرف عليه والو؟ اونترينو في السعودي ولا نعرف عليه 2010، واش تعرف فينال 2010 راه كانت فينال ما غانا، هذا واش كاين؟ نسمع به نسمع به، بصح بصح ما كنتش نعرف لي تيتر اللي داهم، بصح كي سمعت به البارح في قناه النهار عرفنا بلي داير لي تيتر. لا باس يا خويا اونترينور، بالك نربحوا عليه. كان في 2010 لونترينو تاع غانا في كوب دي موند، وشفنا فوق الميدان كان الله يبارك، يعني تما تشوف اللمسه تاعو فوق الميدان، ما تسمى ماشي ان اونترينور زعما انا فور تركيا، شايف كيف؟ ولكن انا كنت متمني ان اونترينور ايطاليا. كعلاش يركزوا توجور على المدرسه تاع كما نقولوا احنا على اوروبا الشرقيه تاع، علاه يركزوا عليها؟ ما فهمتش انا والله، هذه هي اللي بقيت حاير. يسيو خطره يروحوا للمدرسه الايطاليه، يروحوا هذه هي اللي مازال مانيش عارف كيفاش. كي يخدم يلقى، ما يخدمش ما يلقاش. وشنو ولا ما جابوش كابيلو 42 مليار؟ ها بيجيبوا كابيلو؟ كابيلو 42 مليار خبره وكلش، كابيلو هذا ما كان ماشي بزاف دراهم. ماشي بزاف دولة تقشف زعما، ماشي بزاف دراهم، راه كاينه دراهم. انا صريح خويا انا ما نعرفوش، ولكن على حساب ان شاء الله، على حساب السيره الذاتيه تاعو، واش كلموه واش تكلموا عليه، ان شاء الله نتمناو الخير، نتمناو يجيب لنا اضافه مليحه للمنتخب الوطني. ان شاء الله بربي تكون عنده اضافه، احنا ماذا بينا يجيب جديد. اخي احنا ما نقدوش نحكموا على المدرب حتى كي نشوفوا الخدمه تاعو في التير، هذيك هي الصح. انا من 90 ما شفناش كوب دافريك، انا حابين نرفدوها، انا الحين نسحقوا مدرب لي يجيب لنا كوب دافريك. وهذا ما كتشوفوا باللي مد الاضافه وندو كوب دافريك؟ ما شكيتش. انا عندنا لي جوار شغل عقليه تقور، وهذا من صربي، بالك ينجح بالك ما ينجحش، ما تقدرش تعرف. في رايي واش راه نقول لك خويا، هي من المحتمل يكون دير اونترينور منا من الجزائر يعني. باب المستوى، اسما بوخ باين، سلك هذا سلك، نورمالمون ميم لي جوار بيان لاباس بهم لي جوار تاعنا، بصح هذا نورمالمون يخدموا معاه، هو يخدم معاهم يخدموا معاه، المدرب لاباس به باين. وما تنساش كاينه حاجه نقولها لك، الجوار هو اللي يدير لونترينور، احنا عندنا فارق كبير، عندنا لاطا كيما يقول لك بالعلميه الزنجله، لا ديفونس ريغلوها شويه الوسط مليح، لا ديفونس تريغلا باذن الله، ومع الشعب تاع الجزائر نروحوا ان شاء الله بعد. مدرب كبير معروف على الساحه الدوليه. لك ما عندوش باجاج، راني نتبع الشامبيونات تاع ليترونجير، وين لونترينور؟ من غانا مازالش بان قاعد. ايه من غانا كاترو ما بانش، اليوم يبان له راهو هذايا. تصفية كأس العالم وكأس أمم إفريقيا، راك تشوف باللي هذا المدرب الجديد يمد الإضافة. يمد الإضافة، درك كاين بزاف الناس يقول لك طحنا في جروب تاع الموت، أنايا شوي كونت أن طحنا في جروب نورمال.
نهضروا على نيجيريا، نيجيريا كوب دافريك ما تكاليفاتش هكذا، نهضروا على الكاميرون، كاميرون تبدل كاع الكونترير في الجروب هذا اوني.